الأفضل أمير منطقة مكة المكرمة. ما زال الجميع في انتظار المشاركة في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على فقيد الوطن عربيا وإسلاميا ودوليا. ذلك أن الأمير نايف شخصية مرموقة ذات تأثير محلي وعربي ودولي. الحرمين الشريفين الصابر المحتسب على ما قدر الله وقضى، جثمان الراحل في طريقه إلى السيارة التي تنقادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله.